نروح نشوف مع بعض تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً للأسبوع اللي فات ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون ترجمة عمر فتحي ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري. تأتي في المركز الثاني رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشذلي والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام. احتل المركز الثالث كتاب الخروج عن النص من جديد للكاتب الدكتور محمد طه ويناقش الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية. في المركز الرابع جاء كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري ويتحدث فيه عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. اختتمت القائمة بأحد الكتب التاريخية المهمة وهي رواية أولاد ناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني وهي رواية مكونة من ثلاثة أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون.